يعني بيتنا واسع، غرفتين وصالون كبير، غرفة أنام فيها أنا وأخواتي، غرفة لأمي وأبي، وصالون لكي نسهر نستقبل الضيوف وأصحابي فيه. في الصيف كان عندنا برندة كبيرة نجلس فيها، كان عندي كمبيوتر لألعب عليه أنا وأصدقائي، كان عندي جيران يحبوني وأنا أحبهم، وكان كل أصدقائي يعرفون أين بيتي، ولكن بيتي تهدم خلال الحرب. أما في لبنان، بيتي الذي أسكن فيه ليس لنا وصغير، ولا أملك حرية التصرف فيه كما أريد. أصحابي لا يعرفون أين بيتي، والأسوأ إذا لم ندفع الأجار سيرمينا صاحب البيت في الشارع.